لي سروالي مشقوق وتقول لي اهدى؟ اي اهدى الله يطول عمرك، وسروال بدال سروال ما لكن العوض. سلامات، وش فيكم؟ خويك بايع لي سروال مشقوق ويقول لي بدل السروال سروال، يرضيك الكلام ذا؟ لا والله ما يرضيني، واللي تبيه حاضر، لو تبي اشق سروال ياسر. اسمع، انا ابغى رد اعتباري. ولا شف، ترى في شكوى وفي تقفيل محل وفي غرامه وترحيل صح؟ يا عيني عليك وترحيل. تفضل، حياك الله على غداك، وبعد الغداء ابشر بسروال جديد. انا تراضيني بدجاج وغير بذبيحه؟ انت تعرف رعي الشاحن؟ اي هذاك يا سعد ولد عمي، وقال ان علومكم غانمه وراعين مواجيب. نصاب. وشعاركم العميل اولا. المعذره عزيزي العميل على السروال المشقوق، وبدالها سبع سراويل سنه وثلاث فنايل وثلاث سراويل مقوصر. تفضل يا مال الشحم. كفو كفو كالطيب، لانه شعارنا هو العميل اولا. هو العميل اولا. هو العميل اولا. تفضل سمو. لا، العميل اولا. بسم الله. انا الثاني. انتم خلكم عند السراويل. الله يغنيكم كثر خيركم. لا تنسى سراويلك عزيزي العميل. يا عامر، ترى اللي جالسين نسويه ما يصير ابدا. الى الان خسرانين 3000 ريال على ذبيحتين، وكل من بيعنا في ذا المحل. يا ابن الحلال، وش عرفك انت؟ هذا كله بمصلحه العميل، ولا تنسى تسجلها على بند الحفلات، لانه حنا شعارنا هو العميل اولا. هو العميل اولا. هو العميل اولا. الى الخيمه سرك.